السلام عليكم، أهلا بكم متابعي قناتنا في فيديو جديد. ربما تتساءلون عن هذه الأشجار الموجودة في هذه الغابة. هذه الأشجار هي أشجار العرعار، وهي تنمو بكثرة في هذه المناطق، في المناطق الشمالية للجزائر، وهي أشجار محبة للأمطار ومحبة للشمس أيضا. لكن ربما تتساءلون عن طبيعة تكاثرها أو كيفية تكاثرها. هذه غابة طبيعية تتكاثر طبيعيا بفضل البذور الموجودة في هذه المخاريط الصغيرة. الآن سوف أريكم كيف نجمع تلك المخاريط وكيف نستخرج منها البذور، ثم نقوم بغرسها وتتبع مراحل نموها. هذه هي مخاريط شجر العرعار، وهي مخاريط صغيرة مقارنة ب مخاريط شجر السروي وشجر الأرز الأطلسي وشجر الصنوبر. هذه هي مخاريط العرعار التي كنت قد جمعتها. لاحظوا كلها تكون مفتوحة، هي تتفتح تلقائيا مع الخريف وبداية الشتاء، والبذور تكون هنا داخل هذه التجاويف بالداخل. البذور تكون بالداخل كما قلت. هذا قد سقطت منه البذور، مثلا هذا، لاحظوا تفتحه هكذا تجد البذور بداخله. هذه هي البذور، هي صغيرة الحجم، ولاحظوا البذور فيها أجنحة، كل بذرة فيها جناح، وهذا ما يسمح بطيرانه لمسافات بعيدة تسمح بتوسع الغابة كما شاهدنا في بداية الفيديو. الآن سوف أجمع البذور ثم نلتقي. هذه هي البذور التي جمعتها، هي لاحظوا هي صغيرة وخفيفة حتى أن الرياح تتقاذفها. الآن سوف أضعها في الماء من أجل أن أنتقي البذور السليمة من البذور الفارغة. لاحظوا أتركها هكذا حتى تنزل البذور السليمة إلى القاع، و تبقى البذور الفارغة في الأعلى كما قمنا بهذا في تجارب غرس أو زراعة شجر الأرز الأطلسي والصنوبر الحلبي. بعد حوالي 24 ساعة نلاحظ أن البذور الفارغة تطفو والبذور السليمة نزلت إلى القاع. ربما تتساءلون لماذا دائما أقوم بهذه العملية. الهدف هو كما قلت الانتقاء، انتقاء البذور السليمة من البذور الفارغة. وأيضا أنا لما يعني لو أقوم بغرس جميع البذور، يعني بمجرد ما استخرجها من المخروط أقوم بغرسها مباشرة، فاحتمال أن أضع كمية كبيرة من البذور الفارغة في الأكياس، وهذا سوف يعني يؤدي إلى خسائر، خاصة إذا كانت الكمية كبيرة، كمية الشتلات. وهذه طريقة يعني لما أقوم بهذا الانتقاء أغرس فقط البذور السليمة فقط، أما البذور الميتة فكون يعني أكون قد تخلصت منها كلها، يعني حتى يعني ولو تحدث يعني عدم انتاج لبعض البذور السليمة، لكن النسبة تكون قليلة. هذا هو الهدف من هذه العملية. الآن سوف أريكم بذرة فارغة من الأعلى. لاحظوا هي بذرة فارغة ما فيها شيء، يعني لا يوجد بها أي شيء كما تلاحظون، وهي غير صالحة.
أما البذرة أو البذور السليمة أقوم بأخذ واحدة من القاع. لاحظوا، نلاحظ أنها بها النشا وبها الرشيب، وهي التي سوف تنبت فيما بعد. الآن سوف أتخلص من هذه البذور الفارغة والماء، وأحتفظ فقط بالبذور السليمة من أجل زراعتها. هذه عينة من البذور السليمة التي سوف أقوم بغرسها الآن في المشتلة، تابعوني. سوف أضع في كل كيس بذرتين أو ثلاث حتى نضمن نجاح العملية، ثم أغطيها بالتراب. أغطي البذور بالتراب سنتيمترين أو ثلاث سنتيمترات. الآن سأغطيها بالتراب حوالي سنتيمترين إلى ثلاث سنتيمترات من التربة، هكذا. الآن سأسقيها بالماء ونلتقي إن شاء الله في الجزء الثاني. اعتنوا بأنفسكم جيدا. سلام.